moment béni du Ramadan, il est important de se souvenir que le peuple algérien est d'abord une grande famille réunie sous le toit de notre cher pays, l'Algérie. Ce n'est pas par hasard si nos membres sont venus de toute la région d'Algérie, d'Oran, Blida, Sétif, Constantine, pour partager ce moment avec vous. بهذه المناسبة الطيبة أن أشكر السيد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وكذا جمعية كفيل اليتيم على اختيارهم لولايتنا لاحتضان هذا الحدث الهام ألا وهو الإفطار الجماعي بتيزي وزو. اليوم تيزي وزو فعلا قدمت لنا صورة جميلة جدا ورائعة، كيف لا، وهي مدينة الثورة، مدينة القيم، مدينة التلاحم، مدينة الثقافة، مدينة الديمقراطية، مدينة حقوق الإنسان. طبعا يجتمع فيها أكثر من 4000 يعني مدعو، معظمهم من الأيتام يعني والأرامل. طبعا نريد من خلال هذه المبادرة ومن خلال تنظيم هذه المائدة أن نعمق قيمة العائلة الواحدة، قيمة الجسد الواحد، و شعارنا في ذلك الجزائر بيتنا. فمثل هكذا يعني نشاطات أو فواعل يكون عندها الأثر الطيب في تماسك المجتمع، تلاحم المجتمع.